السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم المهندس الزراعي نذير الشي خالد من قناة أفكار زراعية. رجعنا لكم فيديو جديد من ضمن سلسلة أشجار وشجيرات الزيني للحديث عن نبات جميل جدا ولكنه بيتميز على أنه نبات سام. لهيك رح نتكلم اليوم عن نبات الدفلة، فيكم تعتبر هذا الفيديو أيضا من سلسلة نباتات خطيرة. قبل ما نبدأ بهذا الفيديو لا تنسوا أنه ندعي لإخواننا بغزة أن رب العالمين ينصر على القوم الظالمين ويداوي جرحاهم ويرحم شهدائهم، وإن شاء الله يكون النصر قريب. ولا تنسوا تحطونا لايك الفيديو واشتراك بالقناة وفعل زر الجرس، واللي بيحب يدعمنا ماليا صار في دعمنا عن طريق الاشتراك كعضو بالقناة، بيقدم لنا مبلغ مادي بسيط بالشهر لتحسين معدات التصوير ومونتاج القناة. ما راح اطول عليكم اكثر من هيك، خلينا نبلش بالفيديو. نبات الدفلة أو شجيرة الدفلة هي شجرة مستديمة الخضرة، يعني بتضل خضراء صيفا وشتاء، وبتتميز بهاي الأوراق اللي على شكل رمح والأوراق خضراء مثل ما ذكرنا صيفا وشتاء. ولكن هاي الشجيرة بالرغم من كل جمال هاي الأزهار الخاصة فيها إلا أنها بتعتبر شجيرة سامة جدا وبالأخص للأطفال. فإذا قام طفل بابتلاع ورقة من هاي الشجيرة ممكن على أنه يؤدي فيه هذا الشيء للموت، لأنه فيها مركب سام اسمه مركب الغلايكوسايد. هذا المركب ممكن على أنه يؤثر على عضلة القلب وممكن أن يؤدي لتوقف عضلة القلب لا سمح الله، والطفل يصير بعداد الموتى بفترة سريعة جدا. لهيك لازم نخلي الأطفال بعيدين عن هاي الشجيرة قدر الاستطاعة. وبالرغم من كل سمية هاي الشجيرة إلا أن خيار مناسب جدا، وبالأخص للأماكن الجافة والأماكن الحارة اللي ما فينا نزرع فيها أشجار الزيني اللي بتتطلب عناية. فهي الشجرة جدا صبورة، ما بتحتاج لمياه بشكل كبير ولا بتحتاج لعناية بشكل كبير، يعني ما بتحتاج لا لتقليم لا لتسميد، ما بتحتاج لأي شيء. هاي الشجرة خيار مناسب للطرقات البحرية والطرقات الخاصة بالسفر، لأنه هو مثل النباتات العادية بيطلق كمية من الأكسجين، وأيضا منظر الأزهار كتير جميل، وفترة إزهار هاي الشجيرة تعتبر طويلة نوعا ما، فهي من بداية الصيف وحتى نهاية الخريف بتضل مزهرة وبتضل متميزة بهاي الأزهار الجميلة جدا. وهلأ بنحكي عن متطلبات هاي الشجيرة. فمن ناحية أشعة الشمس، فهاي الشجيرة بتحتاج أشعة الشمس الكاملة أو أشعة الشمس المباشرة بما لا يقل عن 5 ساعات إضاءة شمسية مباشرة يوميا. طبعا هاي الشجرة في منها عدة ألوان، منها الزهر والأحمر والأصفر والأبيض، وهاي الشجيرة مثل ما ذكرنا متحملة كتير. فمن ناحية الرطوبة ما بتحتاج للسقاية بشكل دوري، يعني هاي الشجيرة ممكن على أنها تعتمد اعتماد كامل على مياه أمطار الشتاء، وبفصل الصيف ممكن على أن نقوم بعملية سقايتها كل شهر مرة واحدة إذا كنا زارعينها على الطرقات البرية. أما إذا كانت مزروعة عندنا بالحدائق المنزلية بيفضل على أنه نقوم بسقايتها كل أسبوع مرة واحدة. وأيضا من ناحية التسميد فينا نسمد هذا النبات بالسماد البلدي بفصل الخريف اللي تكلمت عنه قبل المرة بهذا الفيديو، وعن طريق تخمير السماد البلدي. طبعا طريقة كتير سهلة، فيكم تشوفوا الفيديو بعد ما ينتهي هذا الفيديو. أما من ناحية التسميد الكيميائي، فإذا حبينا على أنه هاي النبتة تصير أجمل وأجمل فينا نسمدها بسماد NPK المتوازن 20-20-20 مرة واحدة كل شهر، مثل هذا الفيديو تكلمت فيه عن هاي الطريقة، فيكم تشوفوا الفيديو عن طريقة التسميد بالنسبة لنباتات الدفلة وبالنسبة للنباتات الأخرى اللي شايفينها وراي. أما من ناحية تحملها لدرجات الحرارة، فهاي الشجرة من أشد الأشجار المتحملة لدرجات الحرارة العالية صيفا والباردة شتاء، فهي خيار مناسب لكل البيئات وبالأخص البيئات الجافة والحارة اللي ما بتوفر فيها مياه كافية. أما من ناحية التربة، فهذا النبات قادر على التكيف مع جميع أنواع التربة، يعني ما بيهم على أنك تزرع هذا النبات بأي نوع من أنواع الترب المختلفة، وممكن على أنه يقاوم الترب الملحي والترب الجافي والترب الفقيرة بشكل جيد. لهيك هو خيار مثالي بتعتمد عليه أغلب البلديات أو أغلب مديريات الحدائق في الدول اللي ما بتوفر عندها ميزانية أو ما بتوفر عندها شبكات مائية. ولهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اللي تكلمنا فيه عن نبات الدفلة أو نبات ورد الحمار، من أجمل الشجيرات ولكن لازم نكون حذرين من هاي الأشجار. وبالنسبة للأطفال لازم نقوم بعملية إبعادهم عن هاي الشجيرة اللي هي سامة بمعظم أجزائها وبالأخص الأوراق والثمار. لهيك بتمنى على أنكم تشاركوني برأيكم عن هاي الشجيرة تحت بالتعليقات، وهل تنصحوا بزراعتها أم أنه مضار أكثر من فوائدها. كان معكم أخوكم المهندس الزراعي نذير الشيخ خالد من قناة أفكار زراعية. اذكروا الله وصلوا على الرسول.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.